بسم الله الرحمن الرحيم. زرام غصد إن شاء الله لدينا مناسبة استيقان ينسباق الشباب دمازرت فئة الصغار فتيان وبنات وذكور وفئة الفتيان وفئة الكبار. الحمد لله المناسبة تزري بخير وعلى خير. يعني نكيس الجوائز كرات المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والثالثة. الحمد لله النشاط هذا جاي من بين أنشطة لتذكر الجمعية، يعني نفتخر بهذا. يعني نوت الأنشطة من بينهم الأنشطة اللي نذكرها رمضان، يعني الفراق الدقيق، المسائل اللي كاني احتياجات نتقمي، يعني الجانب الاجتماعي، ثم الجانب كذلك في الأعياد، يعني العيد الأضحى الجمعية التذكارية المبادرة أتفرق وضع أضاحي العيد، يعني علاقت اللي متوفى مرة سين مرة كراد مرة يان، يعني على حسب المساعدات المدن. المسائل يضمن الرياضية، يعني ديجا تشارك حماس النوت المناسبات الدوري رمضان إن شاء الله يحسن ربي العمل، يعني عندها قلت بسماء البسماء صغير قلت بسماء العام اللي زرين ونتفق، ولكن ديما كني الهدف نحن التيقان الفئة اللي دار نحن نحن مازلت أدت في الزم الطاقة اللي دارت النيلان. الحمد لله هذه غصبت، يعني ألي النور نتان بان يعني من نوت الفئات، يعني كانت في المستوى أتشارك أنت الناس المناسبات مقورين زيت تزنيت، يعني السباقات المدرسية على الصعيد الجهة ممكن وعلاش لا على الصعيد الوطني. وكان يعني الهدف الجمعية يقاطلك يعني العمل الاجتماعي العمل الخيري ثم العمل الرياضي، يعني الشباب أدقين بخير وعلى خير في جيج بدميد. الحمد لله أنشكر المنبر الرياضي صفت السي محمد، وان شاء الله ارون تيني تكلت هذه الاحتمال ربي حيث المناسبه هذه الاحتمال، وشكرا.